الشركة المصرية للسينمية المشتركة، شركة تأسست عام 1998 بشراكة ما بين مصر والصين، الشراكة المصرية ممثلة في أربع جهات رسمية: هيئة قناة السويس، المقاولين العرب، بنك الاستثمار القومي، بنك مصر، كل واحد له حصة 22%، وشركة تيدا الصينية لها 10%، وتأسست بهدف تطوير مناطق صناعية وبيعها وإعادة بيعها للمستثمرين الصناعيين، وده تمثلا بتيدا عاملة منطقة كاملة هناك في الصين. فبدأت الشركة ب21 كيلو لترفقها، وبقى عملت بين الأساسية والمرافق والطرق ومية وصرف صحي وكهرباء وتليفونات، كل جميع أنواع البنية الأساسية. بدأت الشركة ب6 كيلو رفقتهم بالكامل، وتم بيعهم لمستثمرين بالكامل، ودخلت الشركة بعد كده ب15 كيلو التانيين في شراكة مع شركة التنمية الرئيسية اللي تملكها الهيئة الاقتصادية لتطوير نحو خليج السويس. الهدف زي ما قلت لحضراتكم هي توفير أراضي لإقامة مصانع في منطقة السخنة للمستثمرين جاهزة بكل البنية الأساسية بتاعتها. بعد كده خدت الشركة برضو كيلو وربع تاني من الدولة، وقامت بترفقها ولكن بنظام عقد الاتفاع وإعادة طرحها للمستثمرين. النهاردة المنطقة فيها قرابة ما يقرب 6 كيلو والكيلو ما يقرب من 34 ل 38 شركة ومصنع ينتجوا في جميع في مجالات مختلفة من الصناعة. يمكن الفترة اللي جاية كمان هتشهد مع موضوع كمية أخرى من الصناعة. طبعا الهدف الرئيسي للشركة كان هو واللي احنا الحمد لله بنحققه، انه توفري أراضي بنية أساسية كاملة لمستثمرين يقدروا على طول يخشوا ويبتدوا يشتغلوا في هذا المجال. احنا طبعا من فكرة رؤيتنا المستقبلية في هذا الموضوع، لو اتكلمنا عن الرؤية المستقبلية، احنا بصدد للمرحلة اللي جاية نعمل مجموعة من المصانع جاهزة، يعني هنعمل أناجل جاهزة، وبحيث ان المستثمر يجي يخش ياخد المصنع بتاعه يلاقيه، لان لقينا برضو ان في اقبال على هذا النوع من الاستثمار، فبدئين نلجأ او نتجه ان احنا مجموعة كبيرة ان شاء الله خلال المرحلة اللي جاية بنخطط ان احنا نعمل هذا الجزء من المصانع. احنا عاملين طبعا في المنطقة في طبعا يمكن الشراكات الاستراتيجية اللي احنا داخلين فيها، داخلين مع شركة تيدا في شراكة تانية بقى، يعني هم شركاء معانا في شركة المصرية الصينية، احنا يعني شركاء معاهم في تيدا مصر، واللي هي خدت 6 كيلو النهاردة بترفقهم وبتجيب مصانع من الخارج في المنطقة هناك. موجود دلوقتي فندق وألعاب وألعاب متطورة لجذب المستثمرين وجهات حياة ترفيهية، واحنا برضو عاملين في المنطقة هناك 10 عمارات سكنية، وبصدد ان احنا نعمل مجموعات اخرى زي نادي رياضي، جيم، حاجات كده ووجود انشطة للتعايش في المنطقة متكاملة لمعيشة الافراد. الاستراتيجية احنا شغالين زي ما قلت مع شركة تيدا بنسبة 20% شراكة معاه، شركاء مع شركة تنمية رئيسية، ودي شركة مملوكة للهيئة الاقتصادية لتربية محور خليج السويس قناة السويس، وأنا شركين معاه بنسبة 16%. الحقيقة الشركتين بيشتغلوا أو إحنا التلاتة بنشتغل بنفس الهدف ولكن بأساليب مختلفة، اللي هو عمل البنية الأساسية وإعادة بيعها أو حق التباع للمستثمرين.
سواء شركة جديدة أو وبالتالي محققين عوائد بتدفع الشركة للأمام برضو. صحيح نفس النوع عشان كمطورين ولكن بنختلف حاجات كتير. الهيئة مثل التنمية الرئيسية فيها مساحات مليون متر ومتين وخمسين على كبار من خمسة لعشرة. الصينيين لا بيجيبوا مستثمرين من الصين وبيستثمروا يعني. وبالتالي هتتحول منطقة العين السخنة لولا الظروف اللي فاتت لكن ما زالت تعتبر منطقة صناعية كاملة. يمكن أكبر مناطق الصناعية اللي هتبقى موجودة كمنطقة في مصر وخصوصا انها تتمتع بافعال هيدروكيه. النهارده في جمارك في مصر بتتمتع بتخفيضات ضريبيه ان اي مستثمر 50% من راس المال اللي هو بيرصده للعمل في الشركه يبقى معاف من الضرائب. مميزات كثيره للاستثمار.